السلام عليكم. تحية ميداليا جريدة الحياة اليومية اللي كنحييكم من هذا المنبر، لأنكم انتم ديما كتواكبوا هذه المشاكل ديالنا وهذه الوقفات ديالنا. راه حنا منذ 2011 حنا كنعيلوا الويلات، ومن وقفنا الوقفات اتجهنا للحوار. حنا كنطلبوا لأن السيد الوالي اختمناه لأنه غادي يجلس معنا حوار ويعطينا الحقوق ديالنا، ولكن كنتفاجئوا بأنه ما كيجلسش معنا. ثلاثة طلبات اللي كنحطوها للسيد الوالي، ولكن ما كيجاوب لا بيه لا بلا. وملي كان تيسولوا في العماله، يعني الاداره كتصيفطنا الاداره، ولكن ما كاينش اللي يعطينا راس الخيط، حتى واحد ما كيعطينا راس الخيط. لذلك كنتجهنا اننا نديروا الوقفه ديالنا اليوم، لان حشومه حمار دولة حق القانون. حنا بغينا هاد المسؤولين يتحملوا المسؤوليه ديالهم، يعطيو للناس الحقوق ديالهم، يعطيو للناس داكشي اللي كيتسالوه ويمشيو بحالهم. وتحيه لكم اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت شهر خمساتين ونحن دارك ديال جندي اللي ديال خديت المشكية وكل صفر بي نبتل في ثلاثة ايام دولة وثلاثة وغادير 2011. هذا خدم من حالتنا تسمية الرسالة نسيه الوالي الولاة كثير الرئيس الجماعة وكل صفر بي هاتزم بادي موت هاتزم في كمان سنة هاتو راكي وراكي دخت السامن الزبرة 2011 هاتو مراهن طويل أجد نعم وين الحل هو إنه هو سير سكت وهم سير قاعد نزعم ترشح ولا بنتي على خير أجد من ترشح وزمان أجد ترشح وزمان فوتي أجد زمان من البيت بارك الله تعالى كيف أنا غير عشان حقنا في تيم أكل الصبح ربي أكل سوار فين وحدا شاد لا وزن كل زمان ترى نزاج منا أجد من بين أدمي نبني فوشينين نبني عزانين يعني نبني قنين أجد زمان من البيت بارك الله تعالى أكل الصبح ربي يكاتين من زمان نتمنى على خير غما زال الوالين وغادي نغوشا نفرح سيس الناس عمان ترى جديد على تيغي التعاون يا بنادمي القين يا بنادمي يا المحترم يا بنادمي فورشين لي سنس حق القريوش الناس ماشي مره ماشي جي ودي غير واحد دقيقه شوف زعما غير اللي جيت من زعما اللي جيت اللي جيت اللي جيت تعاود نقول ودي جي زري كي الصبح الفيل زعما لازم غير الخلال هذا في المشكل ما نجي فيها كي الصبح الفيل زعما يجي عاجي في الفرح فورشي خلي في كيف وزير التعليم زعما هو نش راه كاس وكان كي الصبح الفيل زعما ما سميت بلاد الفقراء رياض اللي هو في 2011 زعما 2024 أكثر من حمص ماني غير ماني غير لك شان خلال تتعالج من أكل السحر في هذا الزمن تفور جيلين لا أخذني ولا مسولاني ديوني الآن أرجو تعود نتفور شو أواس بينا تفور جيلين يوهد ليبكي ونظر ماشي ناس لك ماشي مرة ماشي جوج ماشي تاتا ماشي رابع أذن سوا ستة سما ساتين دالي ولا سوا عاشيني أنا ناس تفور مرة ماشي جوج ساس مدير ديواني ناكاتي عن رسالة من الصف ستة قسم التعمير نفتش دانا قسم التعمير إما شاو دير كل دانا غيني ولا سعنا مدينيات هذا دانا كشان رسالة كي الصبح بي يا بنات لي عبدون يا بنات لي فورشين يا بنات لي يا راس المسيح الله يجزيكم بخير. هذا النداء تحيا الهدم ديال شوفوا الجبال اللي مهدم من ديكم ماسي 2011 حكي السر حرفي فرق اسمه من ربي تبارك وتعالى هذا كنت ما تلقاش رسالة باش اللي يبون لنا هاد الناس احنا كنخزو في التريديات وما عندنا نسكنو غير كريم كلنا لعبوة هادشي اللي غادي نقولو والصار ديالنا راه في الجبال بانينها كيبني فيها البطولة ذكور فيلات كيبني فيها كنا تضربنا فيها الشوان تضربنا فيها وحنا ما نلتوش وتيكذبوا علينا كل عام كل عام كل عام هنايا هادشي اللي كيرفع علينا السكر حنا اسيدي الناس لما تبقي من ديور الصفيح هاد الناس هادو من 2007 ما بغا يديروا معنا حتى شي حل هاد الناس من 2007 غيبوا لينا البراريك ديالنا وعندنا البيان ديال طريق القباج اللي ريب لينا الجيور ديالنا وريب لينا الصفيح ديالنا وخلانا ودار طريق القباج دار لهم واحد العريضه ديال ما تبقى من ديور الصفيح وهاد العماله ما بغات هذيك العريضه اللي خلى السي طريق القباج ما بغات تشوف فيها ما بغات تحط ليها اللجنه ما بغات تعترف بها وخلانا طريق القباج طالعين هباها وفين في هاد العماله السي الوالي ملي مشاو هاد الولات ورا طريق القباج حتى شي واحد فيهم ما بغا يجلس معنا الارض وحتى شي واحد ما بغا يشوف هاد العريضه اللي خلى السي طريق القباج اللي هي
تتعدل لما تبقى من ديور الصفيح بمدينه اكادير كلها هي كتشمل مدينه ما تبقى من ديور الصفيح مدينه اكادير كلها هي. من 2007 وحنا كنظلوا وهاد الناس هادو مابغاش تيجلسوا معنا ولا بغا يشوفوا في هاد العريضه اللي خلاها سي طارق القباج. وها هي العريضه غادي تدوز غادي ان شاء الله في العدسه ان شاء الله غتشوفوها وتشاهدوها، لان ما هاد الولاد هادو كلهما غير المنافقين وغير الشفاره وغير النصابه. ما كاين حتى شي والي في هاد البلاد اللي داز شي والي في هاد البلاد ما داز اللي هو باغي يشوف الحق ديال المواطن ولا باغي يشوف كاع في المواطن اشنا هو المواطن. من الان التوقيع ديال السي طارق القباج ها هو، ولا شي والي بغى يشوف هاد اللائحه هي هاد التوقيع ديالو ها هو. انا نعرفوا هاد المسؤولين اللي حنا الضحيه 14 عام وحنا كنعانيو وكنخرجوا حنا ولادنا ومسردين في الزنقه وداو لنا السكن ديالنا اشنا هو الحل ديالنا. تينا هما هاد المسؤولين اللي كاينين في مدينه اكادير حشومه وعار. حنا بغينا نطلبوا من سيدنا يتوصل بهذا الريس قلنا وحنا راه حنا مشردين حنا ولادنا في الزنقه غنشوف الوليدات وليداتنا وحنا بغينا حقنا. انا ما كنطالبوا حتى شي حاجه من غير ديالنا. الله يجازيكم بخير بنا يا المسؤولين باش يجي والي ويمشي والي وحنا مشردين راه حشومه وعار. عيب واش غيبغي العرب واش هاد مدينه اكادير وهاد المسؤولين واش ما كيشيلوش هاد التشريف ديال هاد الناس هاد الاولياء ديال هاد الناس اللي هما مشردين. ماشي عار ماشي حشومه راه حشومه وعار راه عيب والله الا عيب هادشي اللي كيديروا. والله الا حشومه راه ما كنطالبوا منهم حتى شي حاجه ديالهم. ما كنطالبوا ديالنا راه خدمنا وشفنا عليها راه 14 عام وحنا كنعانيو ولا الا عيب ما لقينا شي ما كنهضروا. راه حنا من صباح طلب واحد القصه احتجاجيه من قدام الولايه وكنشدوا السيد الوالي تنتمناو من هذا الوالي هذا يشوف من حل هذا الدوسي هذا ويجي شي حل مع هاد الناس مع السكينه ديال اكادير ضحايا الهدم صفوح الجبال. حنا تنطالبوا حق من الحقوق ديال اي مواطن من السكنه في الحياه. تنشدوا هاد الصوت ديالنا جلاله الملك محمد السادس حيت هو الوحيد اللي بقى لينا نطالبوه يدخل لينا في هاد القضيه ويشوف من حال هاد الناس هادو اللي هما 13 عام وهما تيوقفوا قدام الولايه وبدون فائده. يعني ناس كبار ناس عندهم عائلات ناس عندهم وليدات وفي هاد العطله باش الناس يرتاحوا ولا يديوها في شغالهم جابوا وليداتهم وقفوا قدام الولايه. حنا شنو تنطالبوا؟ تنطالبوا حق من الحقوق ديال اي مواطن. حنا راه ماشي جايين واقفين غير هكاك. واحد الروسي ديال نمرض الدوسي ديال الكرياب يعني مادام وزاره التسكين والتعمير عرفتي على هذا النمر هذا اللي هو نمره ديال الدوسي ديال السكن ماشي هكاك ما مقلوبش. يعني حنا هازين ورقه من الورق يعني من الوثائق اللي عطات لنا وزاره التسكين والتعمير وتناشدوا السيد الوالي يشوف من هاد القضيه هادي وهاد الدوسي ويدير مع الجمعيه شي حل ويشوف من حاله السكينه. يعني الناس راه مضرورين ما تيجيوش يوقفوا غير هكاك مادام الناس مضرورين راه واصله فيهم ربي يعلم بهم. حنا تناشدوا السيد الملك ملك محمد السادس سيدنا اللي تاشفوا في راسنا اللي تنشدوا في اي حاجه. تنطالب ونعاود نطالب بحق من الحقوق ديال اي مواطن في السكن. هادشي اللي تنطلبوا وتنتمناو الله خير وتنتمناو الله شي حل في اقرب فرصه مع هاد الناس هادو.